كيتي يا دي القطة دي جات لي من السما يا جميل، من يوم ما جت وانجي حلت عن نافوخي خالص. هما الستات كده عايزين أي حاجة يربها وخلاص، أول الجواز تقعد ترب فيك، علشان كده لازم تشغلها بحتة عيل تجيبه لها تقعد تتلخن فيه وتربيه، أول الواد ما يكبر هتدور عليك تاني. تعمل أنت إيه بقى؟ تشغلها بالحيوانات. أنا عملت كده مع الواد كريم ابني، أول ما تم 15 سنة خليته يجيب كلب، اعتصم مرات شافت الكلب من هنا قعدت تدرب فيه ولا محاسن الحلو، اهتمت بالكلب ونسيتني أنا خالص. عندها حق. نعم يا إخوان. بهزر يا جميل. بس مصاريف برضو يا جميل، ده أنا بدفع قد كده في أكل القطة ودكتورها، دي ما بتاكلش إلا دراي فود يا جميل، دي بتعرف تاكل من أكلنا. يا علي يا علي، هين قرشك ولا تخلي المدام تهينك. عندك حق. اهي المدام. الو. ايوه يا انجي. طب بالراحه بس عشان افهمك، كيتي مالها؟ هربت راحت فين؟ حد يسيب النعيم اللي انت معيشاها فيه ده ويهرب؟ عايزاني اكلم مراد بيه؟ عايزاني اكلم مساعد وزير الداخليه عشان قطه هربت؟ مش بستهون يا حبيبتي بس. طب حاضر حاضر، انا جاي، ولو عدى 24 ساعة وما جاتش انا هبلغ فرقة 3 سبعات تدور عليها. ماشي حبيبتي، باي باي. ابتدينا.